حتى بين المضيف والضيف 4 مراكز في سلم الترتيب، والترتيب يبدأ منذ اليوم لحسب كل مباراة بدقة وانتظار النقاط بلهفة. وفي ليلة استعراض الأسماء والصفقات الجديدة لنيل الرضا والاستحسان، الإثارة فيها لم تتأخر حين وجد الجناح سعيد الدوسري المساحات وأخذ بنفسه إلى منطقة الانفراد، لكنه بحث عن الشباك الخارجية وأضاع طريق المرمى، ولكل فعل ردة فعل، والرد كان أسرع عبر الثابتات التي وجدت بين الخشبات الثلاث حارسا عملاقا يدعى عصام الحضري. الضيف زاد من رغبته وقوته في الضغط على مرمى أصحاب الأرض، فكشف عن أنيابه بحثا عن تمزيق الشباك. السهلاوي رفض هدية فوزير في تسجيل هدف التقدم، والتقدم ضاع بطريقة لا تصدق من ليوناردو. هدف اللقاء الأول تحقق عبر المخضرم عماد متعب، لكن الطريقة لم تكن شرعية، فكان لحكم الراية القرار والإلغاء عبر قانون التسلل. وبين انفعالات البرتغالي غوميز وملاحظات كوستافو حول الأداء والأسلوب في إنهاء الهجمات، الوقت قد حان للشيعان بفرض العضلات وإثبات الذات في مواجهة الرأسيات الصفراء. وبين الثقة والغرور شعرة، والشعرة كادت أن تنقطع بسرعة البرق بين تمريرة جهاد الحسين وتأخر المصري متعب، والأخير الذي طالب بركلة جزاء إثر العرقلة داخل المنطقة، لكن القرار كان بالإكمال وترك الجدال يطول بعد دقائق المباراة. يقول لكم ترجع للسيد الدوسري. وهنا كان للوافد الجديد الروماني بوبا الذي وصل فجرا إلى القصيم محضرا معه الأخبار السعيدة للعشاق بهدف التقدم عبر الصناعة، وماتشادو للتسجيل. حسين الطائي، صدى الملاعب.